فسبحان الله، يعني الإنسان قد يتكلم كلاما مصفوف منظوم عن التسامح من أبدع وأحلى ما يكون، وستجد في مدونات الأدب مثل عقد الفريد أو مثلا أدب الكاتب أو غيرها، ستجد أمثلة وقصص وأشعار قبل ذلك آيات وأحاديث، كأنك تعرض بنا أخبار. أي نعم، لكن سبحان الله العبرة. طيب حينما نواجه نحن خطأ ولو كان الخطأ هذا ممكن أقول تافه، هل نملك آلية أو قوة أخلاقية تجعلنا نستطيع أننا ننسى هذا الخطأ بسرعة ونتجاوز عنه ونبتسم في وجه اللي أخطأ ونصفح، أو أنه على الأقل كلما رأيناه لا نتذكر إلا ذلك الخطأ الذي عمله معنا قبل 10 سنوات أو تلك التغريدة التي عرض بنا فيها؟ أي هذه مشكلة.